طاب يومكم. اليوم نتحدث عن موضوع جديد من مواضيع قواعد اللغة العربية، ونحن الآن في الجزء الأول، ودرسنا الدرس 11، وموضوعنا الفعل المضارع مرفوع. فعل مضارع مرفوع. يصاغ فعل المضارع من فعل الماضي بزيادة أحد أحرف المضارعة في أوله. ما معنى أحرف المضارعة؟ قصدنا من أحرف المضارعة ألف والنون وياء والتاء، نزيدها في أول فعل الماضي ويكون فعلنا فعل المضارع، مثل ذهب. ذهب فعل ماضي، زادت له ألف، وألف أحد من أحرف المضارعة، وصارت أذهب. أذهب فعل مضارع. ثانيا ياء، زادت على ذهب وصارت يذهب. يذهب فعل مضارع مرفوع. نون. نون زادت على ذهب وصارت نذهب، ونذهب فعل مضارع مرفوع. وحرف الأخير تاء، زادت على ذهب وصارت تذهب، وتذهب فعل مضارع مرفوع. إعراب فعل مضارع مرفوع. أذهب. أذهب فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. علامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. يكون حرف المضارعة مضمومة في فعل الرباعي، مضمومة في فعل رباعي، ومفتوحا في غيره، مثل ناقشة. ناقشة. ناقش فعل رباعي، لذلك نقول يناقش. يناقش ياء يكون مضمومة لأنه ناقش فعل رباعي. تجمع. تجمع. تجمع فعل رباعي وصارت يتجمع. يتجمع لأنه شاذ، فعل شاذ. استفهم. استفهم فعل غير رباعي، لذلك نقول يستفهم. يستفهم. نجح. نجح. نجح فعل ثلاثي، لذلك نقول ينجح. ينجح الياء يكون عليه فتحة لأنه غير رباعي. وفي غير ثلاثي تحذف الهمزة الزائدة في أوله، في أول الفعل، إن وجدت. إن كان هناك همزة زائدة تحذف، مثل أقبل. أقبل صارت يقبل. صارت يقبل، حذفت الهمزة. استقبل. عفوا، استقبل. استقبل صارت يستقبل. يستقبل، حذفت الهمزة. والآن أكمل تصريف الفعل المضارع مرفوع سمع. سمع. المفرد والمثنى والجمع. أولا مفرد غائب. مفرد غائب نقول هو يسمع. هو يسمع. هو يستعمل للذكور، نقول هو يسمع. مثنى غائب هما يسمعان. هما يسمعان. هما للمثنى.
جمع الغائب نقول هم يسمعون. هم يسمعون، هم يستعملوا للجمع. مفرد الغائبة يعني المؤنث نقول هي تسمع. هي تسمع. مثنى الغائبة نقول هما تسمعان. هما تسمعان، هما يستعملوا للمثنى. وجمع الغائبة نقول هن يسمعن. هن يسمعن، هن يستعملوا لجمع الغائبة. مفرد المخاطب، مفرد المخاطب أنت تسمع. أنت تسمع، نقول أنت يعني على التاء فتحة لأنه للمخاطب يعني للذكور. أنت تسمع. مثنى المخاطب نقول أنتما تسمعان. أنتما تسمعان، أنتما يستعملوا للمثنى مخاطب. للجمع المخاطب نقول أنتم تسمعون. أنتم تسمعون. مفرد المخاطبة، مفرد المخاطبة نقول أنت تسمعين. أنت يعني بالكسرة لأنه للمؤنث، أنت تسمعين. مثنى المخاطب مثنى المخاطبة نقول أنتما تسمعان. أنتما تسمعان. جمع المخاطبة نقول أنتن تسمعن. أنتن تسمعن. والآن مفرد متكلم أنا أسمع. أنا أسمع. مثنى المتكلم نقول نحن نسمع. نحن نسمع. للجمع المتكلم نقول نحن نسمع، يعني في المثنى، وفي الجمع المتكلم نقول نحن. نحن. والآن نتكلم عن المتكلمة. مفرد المتكلمة نقول أنا أسمع. أنا أسمع. وللمثنى نحن نسمع. نحن نسمع. وللجمع نحن نسمع. نحن نسمع. والآن وصلنا إلى خلاصة الموضوع. أولاً، كيف يصاغ الفعل المضارع من فعل الماضي؟ كيف يصاغ الفعل المضارع من الفعل الماضي؟ بزيادة أحد أحرف المضارعة. بزيادة أحد أحرف المضارعة. ثانياً، كيف يكون أحرف المضارعة في فعل الرباعي؟ يكون أحرف المضارعة مضموماً في فعل الرباعي.